Utopia. السلام عليكم يا أصدقائي. موعدنا مع حرف الطاء في برنامج الحروف العربية. هل أنتم مستعدون؟ هيا نبدأ. مرحبا بكم في درس اليوم. حرف الطاء هو الحرف السادس عشر في برنامج الحروف العربية. هيا نتعلم كيفية كتابة حرف الطاء. نكتب حرف الطاء بهذه الطريقة. نرسم شكلا بيضاويا ثم نضع فوقه عصا. هيا نحاول مرة ثانية. نرسم شكلا بيضاويا ثم نضع فوقه عصا. هيا نحاول مرة أخيرة. نرسم شكلا بيضاويا ثم نضع فوقه عصا. أحسنتم يا أصدقائي. هيا نتعلم بعضا من الكلمات تحتوي على حرف الطاء. حرف الطاء في بداية الكلمة. طائرة. طائرة. طاووس. طاووس. طائر. طائر. طفل. طفل. طبيب. طبيب. طريق. طريق. طاولة. طاولة. طباخ. طباخ. طيار. طيار. طعام. طعام. طلاب. طلاب. حرف الطاء في وسط الكلمة. بطة. بطة. قطار. قطار. بالطريق. بالطريق. مطرقة. مطرقة. مطبخ. مطبخ. محطة. محطة. منطاد. منطاد. أطفال. أطفال. أخطبوط. أخطبوط. بطل. بطل. بطيخ. بطيخ. حرف الطاء في آخر الكلمة. قط. قط. قرنبيط. قرنبيط. أخطبوط. أخطبوط. خط. خط. حائط. حائط. شريط. شريط. نشاط. نشاط. محيط. محيط. خليط. خليط. خيط. خيط. بط. بط. هيا نلعب يا أصدقائي.
كلمة تبدأ بحرف الطاء. معكم 10 ثوان لتخبروني الإجابة الصحيحة. طبيب. أحسنتم. أي كلمة في وسطها حرف الطاء؟ معكم 10 ثوان لتخبروني الإجابة الصحيحة. مطرقة. رائع يا أصدقائي. أي كلمة تنتهي بحرف الطاء؟ معكم 10 ثوان لتخبروني الإجابة الصحيحة. قرنبيط. ممتاز يا أصدقائي. أي كلمة تبدأ بحرف الطاء؟ معكم 10 ثوان لتخبروني الإجابة الصحيحة. طاولة. أحسنتم. أي كلمة في وسطها حرف الطاء؟ معكم 10 ثوان لتخبروني الإجابة الصحيحة. محطة. رائع يا أصدقائي. أي كلمة تنتهي بحرف الطاء؟ معكم 10 ثوان لتخبروني الإجابة الصحيحة. شريط. ممتاز يا أصدقائي. الدرس القادم حرف الظاء. نراكم قريبا. إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك وضغط زر الجرس ليصلكم كل جديد.